حياكم الله مشاهدينا ونرحب فيكم في محركات. حلقة اليوم مليانة طرب واكشن ودريفتنج نفس ما تبون بالضبط. انا موجود حاليا في امارة ام القوين وتحديدا في حلبة اميريتس موتوربلكس ومع فريق برو دريفت اكاديمي عشان يعلمون اليوم كيف اكون برو دريفتر من الاي تو زد. خلكم ويانا اليوم في بخور حلو ان شاء الله واكشن وطرب اكيد، تعالوا نستمتع. كابتن محمد يا اهلا وسهلا. انا من ما عرفتك وانت تسكر بونيت تفتح بونيت تسكر بونيت. يا هلا وسهلا. يا هلا. وعدتك اني باجي البرو دريفت اكاديمي وجيت اليوم عشان اتعلم معاك الدرفتنج ونشوف الاجواء اللي عندكم. نورت. والاجواء الجميله. شو اخبارك اول شيء؟ طمنا عنك. الحمد لله بخير بخير الحمد لله كله تمام. برو دريفت اكاديمي شو هي وشو تسوي؟ تمام، برو دريفت اكاديمي من اسمها اتس ان اكاديمي لتعليم الدرفت لتعليم الانجراف. حلو. الحمد لله اسسنا الشركه بين 2014 ولحد هلا ما شاء الله اكبر شركه تعليم الدرفت في الشرق الاوسط ما شاء الله والوحيده المعتمده من الاتحاد الدولي لرياضه السيارات. ما شاء الله ما شاء الله. كيف بديت في عالم الدرفتنج؟ من وين انزرع الشغف للدرفتنج معك؟ تمام، شوف الدرفت انا وصغير كنت حبه يعني ما فيني اوصف لك قد ايه، يعني اخذته اذا بدك من العائله. الوالد من كان مسابق راليات والوالده كانت مساعده المسابق نفسه. ما شاء الله يعني وراثه انت واخذها الشغله وراثه. عرفت كيف حبا بالرياضه. الحمد لله تخرجنا الجامعه بلشنا شغل وكذا، بس لكن تركيزي كان الدرفت الباشن انه كيف بدنا نعملها كمهنه اكثر من ما هي جست هي هوبي يعني. عرفت بالضبط كيف؟ بالضبط. فالحمد لله اسستوا كبرتوا سويتوا. بالضبط. هل نقدر نقول ان الدرفتنج هوايه ام رياضه اليوم؟ حلو، حسنا كثير حلو. هلا يعني ريسنتلي من فتره قريبه تم تبني هالرياضه من الاتحاد الدولي لرياضه السيارات اللي FIA. حلو. فهالرياضه تعتبر از بروفيشنال سبورت يعني. واو. رياضه انجراف للمحترفين. عرفت كيف؟ والحمد لله يعني هلا نحن هون بالامارات عندنا بطوله الامارات للدرفت وعندنا بطوله عمان اللي هي من اكبر البطولات للدرفت بالشرق الاوسط. حلو حلو. فالحمد لله الرياضه هلا بنمو كثير عالي والحمد لله يعني اذا بتقارنها من هلا لقبل 3 سنين يعني بالسنه هلا صار في عندنا فوق ال10 ايفنتس. فالضغط الضغط زايد قبل يعني. لا كنتوا تتمنوا انه يكون في تبني للرياضه من قبل الجهات المختصه، ولكن اليوم ما شاء الله الكل يعني يحب الدرفتنج. كم تقريبا من طالب تخرج من الاكاديميه عندكم برو درفتر نقدر نقول؟ ما شاء الله لا في يعني اذا بدك تقول اذا بدنا نحكي هون للامارات ولا خارج الامارات في عندك فوق ال 40% 40-50% متخرجين من برو دريفت اكاديمي وعم بينافسوا هلا ببطولات عالميه ولا شو اسمه هون بالامارات ولا بالخليج والشرق الاوسط. انزين لو الواحد يبي يستوي درفتر شو المواصفات او الاشياء اللي لازم تكون موجوده فيه عشان يكون درفتر ويتعلم عندكم؟ تمام. هلا الواحد انت بتعرف لما بده يتعلم شيء جديد بيكون مثابر وما بده يستسلم بسهوله. طبعا انت لما تيجي عم تتعلم رياضه جديده صح؟ مثل كانك عم تتعلم بايسكل صح. لما بدك تركبه بدك توقع بدك تحاول تعرف كيف البالانس تبعه. نفس الشيء برياضه الدرفت. رياضه الدرفت هي عباره عن الموازنه بين البنزين والستيرنج. عرفت كيف؟ فالواحد لحتى يعمل ديفلوبمنت لهالسكيل هاي بده شويه وقت ممارسه. بالضبط. نحن بالانجليزي اسمها سيت تايم. بده يعرف يسوق قد ما فيه لحتى يوصل لمطرح يكون هو كثير مرتاح ورا المقود. ورا المقود اقدر اقول. هل تعتقد ان رياضه الدرفتنج مهاره اكثر او حظ اكثر للفوز؟ لا ليك هلا صراحه هي هلا بهالليفل اللي احنا فيه صارت 2 عندك صارت 70% السياره و30% المهاره بالسياره. تخدم السياره لازم تخدمك. عرفت كيف؟ هلا الواحد طبعا في لكن شفنا كثير ناس يعني مثلا بليوه عندك خليفه الفلاسي كان عم بيسوق السياره الخضراء 400 حصان عم بيسوق مع شاب ما شاء الله عنه عنده سوبرا 800 حصان وكان على بابه. عرفت كيف؟ ما شاء الله ما شاء الله. المهاره بتلعب كثير دور اساسي. دائما يقول لك الخيال مش الخيل. صحيح معروف معروف هالشيء. زين انا اليوم جاينك ابي اكون درفتر. تمام ابشر. شو بتسوي لي اليوم يعني؟ اوكي شو المراحل اللي بنخوض فيها عشان نكون تمام؟ هلا حنعطيك البريفنج. حنكون حنمشي معك اليوم ب 3 ليفلز 3 ليفلات من ليفل اللي هو يعني عندنا اياه اسمه الروكي بروجرام اللي هو المنهج الابتدائي من ليفل 1 لليفل 3. هلا حشرح لك اياهم ونوقع ونوقع ونبدا. يلا بسم الله. جاهز؟ يلا سهلا. يلا تعالوا معنا. شاء الله التروفيز واضحه، اول شيء الكؤوس واضحه، هاي كلها فوز. ها بينها فوز، بينها سكند بليس، بينها بوديوم، يعني مو مينلي بوديوم ما شاء الله يعني. الحمد لله. البريفنج عباره عن شو؟ شوف اللي بالبريفنج انا راح اوجهك شوي صغيره شو الشغلات اللي حنواجهها هلا نحن على الكورس، بنفس الوقت راح اعطيك الادفايسز شو لازم تعمل تتصرف مع السياره. تمام. هلا بالنسبه لليفل 1 حنستخدم الهاند بريك، حنستخدم الهاند بريك بطريقتين، واحدة على طريقة والسيارة هي ماشية جالس، اوكي، وثاني مرة حنحط السيارة بطريقة وضعية اللي هو 90 درجة، تمام؟ هلا الهاند بريك مثل ما انت بتعرف ما عندك اياه مثل الهاند بريك الكهرباء او الهاند بريك العادي، عرفت كيف؟ عندك اياه هيدروليك، صح، بيشتغل على الزيت، كل ما زدت البريشر كل ما زاد اللوك على الدوريب اللي ورا، تمام؟ هلا أول خطوة بدي اياك تعملها تمشي بخط مستقيم، تسحب الهاند بريك، اوكي؟ وتعمل تحكم على السياره من ورا، يعني اذا السياره راحت معك يسار بالعرض انت بدك تروح بعكسها، عرفت كيف؟ اذا راحت السياره مثلا يسار انت بدك تروح يمين، اذا راحت يمين انت بدك تروح يسار بالضبط. ف وثاني شغله مهمه لازم تعرفها انه لما تسحب الهاند بريك لازم اجرك تكون وين؟ على الكلتش. اذا اجرك ما كانت على الكلتش وسحبت الهاند بريك شغلتين حتصير معنا، يا حطت في السياره يا حنكسل اكسل او دراك شافت، وهذا اللي ما نباه اليوم عاد. تمام. بعد هيك حنروح على ال 90 ديجريز. هلا انت بتشوف دائما الدرفترز، بتشوف الاونبورد فيديوز طبعا فيديوهات من الداخليه بتشوفها دائما بيتركوا الستيرنج كثير، صح كيف؟ بخلوه السياره هو يلف لحاله، هذا الشيء لازم ضروري تتعلمه. يعني انت طول حياتك متعود دائما بيقول لك خلي ايدك على السكان، خلي ايدك على السكان، بالدرفت شوي غير بالضبط، بدك توثق بالسياره. هلا السياره المقود تبعها بيرجع لحاله بطريقه سريعه، عرفت كيف؟ فهلا لما بدنا نعمل 90 درجه طبعا السياره دائما بتتجاوب على الانبوت اللي انت بتعطيها اياها، فانت ماشي دغري، اوكي، بتلف 90 درجه بالستيرنج، بتسحب الهاند بريك، بتترك الستيرنج، شو حيصير؟ السياره حتروح بالعرض بس بترجع حتلف الستيرنج لحالها. هلا بوقت معين انت حترجع تمسك الستيرنج، تمام، وتسنتر السياره لحتى تضل 90 درجه، عرفت كيف؟ هيدي اول شغله. ثاني شغله عندنا الدونتس اللي هو الدائرات الدونتس، تمام. النقطه المهمه اللي بحب اقول لك اياها انه لازم عينك تضل دائما على القمع، على الكون. ليش؟ لانه الكون هو البوينت اوف ريفرنس لك، هو اللي حيوجهك. انت لما عم تعمل درفت وانت عم تطلع على الكون حتعرف قد ايه انت بدك تدعس بنزين وقد ايه بدك تلف بالسكان، يعني توزن، كيف تعرف توزن يعني 100%. هلا اللي رح نعمله هو حنمشي بطريقه دائريه حوالين القمع، تمام. انا بنقطه معينه رح اقول لك ادعس، فانت لما تدعس ما تدعس على الاخر، دعس شوي لحتى تحس السياره فلتت من ورا، بس تفلت من ورا، اوكي، انت بتترك السكان، السكان شو حيعمل؟ حيعمل سيلف سنتر لحاله، حيرجع على النص، تمام. انت هديك النقطة بتمسك الستيرنج بتعمل بالانس للبنزين والسكان مع بعض عبال ما تخلصوا الدونر، تمام؟ ممتاز. بعدين بنروح على المين تراك، بالمين تراك حنتعلم شيء اسمه الباور سلايد اللي هو بنستخدم الباور تبع السيارة لنروح بالعرض، تمام؟ حلو. هلا حيكون في عندنا العلمين اللي هون اللي حتشوفهم على التراك، حنبدا جير اول بعدين نحطها جير ثاني، حنوصل لنقطة هون اسمها انيشيشن بوينت نمبر 1. انيشيشن بوينت نمبر 1 هي بتوقف لنقطة الابتداء الأولى، تمام؟ أنت قبلها بدك تكون على حوالي 3000 ار بي ام، اوكي؟ وتدعس على البنزين زيادة. جير أول ولا جير ثاني؟ ثاني، جير ثاني. تبدأ الدريفت تضلك رايح، البوينت تبعنا إنه بدي إياك تكون على البعيد. على الأطراف. على الأطراف، بالضبط. للآخر وتوقف. هلا النقطة المهمة هي لازم تعرفها إنه لما بدك توقف بدك تشيل اجرك على مهلك، اذا بتشيل اجرك كثير بسرعه السياره حتنقفك على الصوب الثاني بتعمل سبين، فسموث بدك تكون كثير رايق مع السياره، كل ما كنت انت رايق بالانبوتس تبعك مع السياره كل ما السياره كانت رايقه معك، اما اذا انت كنت كثير اجريسيف عم بتخبط بالدعسات وبتخبط بالستيرنج السياره حتتخانق معك، صح، تمام؟ صح. هلا هودي هن البدايين حنعملهم، بعدين حنروح على الليفل 2 اللي هو انتروداكشن للكليبنج بوينتس اللي هو النقاط اللي دائما الحكام بيركزوا عليهم. في عندك كليبنج بوينت خلفي وكليبنج بوينت امامي. هلا نحن حنعمل انيشيشن ونروح على الخلفي، اوكي، بعدين ضلنا رايحين للامامي وتضلك رايح على البنزين لاخر شيء وتوقف. عم تاكلك عم تعمل دونت، بس حيكون في عندك نقاط معينه لازم تكون قريب عليهم. والله الموضوع صعب مش سهل يعني في بوينتس وفي اشياء ما كنت اتوقع، كنت بفكر فري دريفت وعادي يعني. لا 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 واو واو. فهلا هودي الشغلتين اللي عندك غاليين اليوم، بنشوف كيف شو بصير معنا وبدي اياك توقع وعلى الويفر فورم وكنت الامور لازم انا جاهز. تابعوني. فول ستروكر ولا شو موضوعها؟ لا لا هيدي السيارة السيارات الابتدائية صح؟ سو هيدي السيارة ستوك إذا بدك ستوك. واو. اللي عليها انتيك مانيفولد، عليها سبيسر للانتيك، هيدرز واكزوست سيستم، بس الشغل المكثف هو مش على الماكينة، هو على السسبنشن تبع السيارة. السسبنشن والسيفتي حتى اتوقع في رول كيج؟ لا رول كيج بالبرو كار. بالبرو كار صحيح. ف السيارة معدلة بطريقة تكون ريلايبل، عليها مبردات زيادة، مبردات للماكينة للجير، عليها رادياتر أكبر عشان تستحمل عوامل الضغط والتعليم. بالضبط عرفت بالضبط. كيف؟ لا جميل جميل. فبس هيدي هي، غير هيك ديفريشن ملحوم وهاند بريك ودرفت والامور طيبة. والتواير اللي عندنا بس التواير اللي عندنا هلا حاليا نحن عندنا سيم ستيكس قدام وتواير للتعليم ابتدائي التعليم للدرفت، مش منن فول سيم ستيكس، ما بيعتبروا سيم ستيكس، لكن فيهم جريب كافي لحتى انت تعرف الفيلينج اكثر للسياره لما تروح بعض. ويفرق التواير عند المبتدئ عند البرو؟ اكيد نعم نعم. البرو شو يكون توايره؟ التواير بيكون فول اون سيم سليك، يعني السيم سليك اللي على على البرو التريد وير تبعه غير عن السياره العاديه، الكومباوند تبعه بيكون كثير سوفت، هذا الكومباوند تبعه شوي هارد حتى يعيش معك لفتره اطول، عرفت كيف؟ فهودي اللي عاملين اللي بيختلفوا، غير انه عرض التاير، عرض التاير على سياره البرو بيكون غير عن عرض التاير على سياره التعليم، يكون اقل طبعا. صحيح أكيد. نعم انا جاهز، انت جاهز 100%. يلا نبدا بسم الله التجربه ونركب نطلع على السياره، واهم شيء شو الامان كابتن؟ سيفتي فيرست. سيفتي فيرست. لنقطة البداية حتكون هون للهاند بريك، راح اشرح لك شوي صغيرة شو راح نعمل حتى يكون عندك صورة واضحة. اوكي سو هلا شفت عندك الستارت لاين، عندك هودي الكونز الاقماع اللي هون تمام. هلا اللي حنعمله انه حنبدا بخط جالس اوكي، وبعد ما نقطع الاقماع بدك تسحب الهاند بريك. نسحب الهاند بريك بالضبط، بس لما تسحب الهاند بريك اتاكد انه انت على الكلتش، دائما تذكر قبل ما تسحبه اجرك على الكلتش. اجري على الكلتش بالضبط، يعني تم دايس الكلتش واسحب الهاند بريك. وتسحب الهاند بريك اول شيء، اول خطوه بدك تعملها تحافظ على السياره بخط مستقيم، ما بديها تشوح لا يمين ولا يسار، عرفت كيف؟ اذا شاحت انت بدك تعمل كاونتر ستير، يعني بعكس الاتجاه بدك تلف الستيرنج، بكسر الستير على اليسار بالضبط. اوكي فهلا رح نبتدي اول ليفل، اول اكسلريشن. ممتاز، سهله وايد سهله. لما تبلش بتبلش على مهلك، شفت كيف انا بلشت؟ بلشت شوي شوي كاني عم بسوق سياره عاديه، بس بعدين بعطيها بعدين اسحب الهاند بريك 100% واتحكم يمين ويسار فيها. صحيح. بسم الله. حزام الامان، ان شاء الله يا رب يعني يعدي على خير. يلا بسم الله شوي شوي. جير واحد. ها؟ جير واحد صحيح. جو جو جو. أول غلطة سحبت الهاندريك وبعدك دعس كلتش، دعس كلتش وبعدين اسحب الهاندريك، ما تستعجل بالهاندريك. لا ما في داعي، خليك تاني روح. كمل 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 سبيد سبيد سبيد. نايس. Again one more time. ممتاز. نايس. بيرفكت بيرفكت بيرفكت. خلصت التحدي الأول بخير وسلامة، والحين بنروح إلى التحدي الثاني أو التجربة الثانية. حنعمل 90 ديجريز تيرن، 90 درجة، تمام؟ 90 درجة تمام. هلا حنقطع الأقماع، أوكي؟ شفت الخط الوسطاني الأصفر هذا؟ هذا الميدل لاين. أوكي. دائما إيدك أنت على الستيرنج حتكون هيك وهيك، 9 و3 دائما بسموها 9 و3 صحيح. هلا بدي منك بس تقطع أنت الأقماع، أوكي؟ تلف 90 درجة فقط. على 90 درجة. تسحب الهاند تترك الستيرنج. اهم شيء تترك الستيرنج. لازم تترك الستيرنج. لازم تترك ولا بيستوي دولك حتدفع حالك. او مثلا اذا لفيت اكثر من اللازم حتعمل سبن كمان. سبن طبعا. اوكي. لازم على 90 درجة بالضبط. 90 درجة بالضبط، اوكي؟ يلا ممتاز. بسم الله. يلا. شو رايك؟ والله شوف هي تبين سهلة لما سويتها، بس لما أنا أسويها بتكون صعبة. سكند تشالنج. خليك سحب الهاند، خليك سحب الهاند. مية. هلا عندك الدونتس هي كلها على عبارة عن تحكمك بدعسة البنزين. تحكم بدعسة البنزين. إما أنت كنت نايم بدعسة البنزين وكانت السيارة نايمة معك. واو. تمام؟ هلا يعني اللي حنعمله كنا عم نمشي على دوار، بدي عيونك يضلوا على القمع. يتموا على القمع. على القمع، أوكي. فأنت بحيث لما عم بتلف السكان وعم تاخذ مثل دورة حوالين القمع، أوكي؟ بس أقول لك جو، بس أعطيك الضوء الأخضر يعني خلص دعاس، أوكي؟ أنت بتفش الثراتل جراجولي يعني تدريجي بدون ما أمسك هاند بريك. بدون هاند. كله باور كله باور بس. يلا جاهزين احنا. انتوا جاهزين؟ بعدين بس اقول لك الجو انت بتدعس له. شو رايك؟ انا بدوخت دوخت. اوكي يلا جاهز كابتن؟ يلا ان شاء الله من اول مرة بتشوف الريزولتس وايد عالي ان شاء الله. يلا اتكل على الله. غير واحد ما بدل واحد. عينك على القمع ودوس روح. جو تعال تعال. شفت شو عم بيصير معك؟ شو؟ انت هلا ليك انت عملتها كثير حلو كثير منيح ما بك شيء، بس مشكلتك عندك البنزين عم هي التقطيشه هي عرفت. تراي تو بي كونسيستنت، خليك ثابت على البنزين اكثر. كل ما انت كنت اجرك مثل ما قلت لك، كل ما كانت اجرك على البنزين ناعمه كل ما كان الستيرنج معك ناعم، عرفت كيف؟ ما في داعي تخانقوا. تمام يلا. Go. شو؟ بيرفكت والله بيرفكت. هلا اللي حنعمله الباور سلايد. الباور سلايد تمام؟ اللي حنعتمد عليه اكثر شيء هو لحتى نعمل دريفت هو دعسة البنزين. دعسة البنزين اوكي. بس نوصل على الكورنر ما بدي اشوفك انت عم تكسر زياده، بدي اياك عم تدعس زياده. تدعس زياده. انت عم بتلف الكورنر كانها كورنر عاديه، اوكي بس لك جو بتدعس. تمام هلا حنعمل اخر شيء لليوم. حنروح على البيجر سيركل، اوكي؟ البوينت منه كيف تستحكم انت على الثراتل على البنزين مع البيج سيركل الدائره الكبيره. الدائره الكبيره. هلا ان شاء الله اذا قدرنا رح نعمل الكليبنج بوينتس كمان يا رب. ايوه ما كان في داعي تكملها خلاص. انت عملتها مره واحده خلاص خلصت. بس تمام كانت؟ لا لا خبرك اول نقطه كانت بيرفكت، بس انت ما كنت عم تطلع على الكون اللي هناك، هذيك التريبنج بوينت الثانيه اللي هناك. اوكي عرفت كيف؟ انت تطلع عليها، دائما تطلع وين بدك تروح. اوكي بصير الدريفت اسهل لك. اوكي يلا والله بيرفكت اقسم بالله. مان اميزنج. حبيتها؟ اميزنج اميزنج. اوه خلاص سجلني عندك. ها؟ تمام تم. واو اوه كابتن شو هالابداع. شو هالتفاصيل. اول شيء كم تقيمني من 10؟ لا ما شاء الله يعطيك الف عافيه، يعني لاول واحد عم يعمل دريفت برافو عليك صراحه والله ما شاء الله. إيه. الحمد لله هذا يبين اني يعني متمرس، وكان عندي جينيسيس قبل وورلد ريكورد. انتم ما شاء الله عندكم بعد صح؟ صحيح عندنا اثنين، عندنا اول واحد لاسرع دريفت بالعالم، اسرع سرعه، اسرع سرعه دريفت بالعالم 304 كيلو 304 كاونترز بالساعه، عملناه بمطار الفجيره مع نيسان. والثانيه هو تاندم دريفت لاطول مسافه اللي هي كانت 21 كيلو 21 كيلو. ما شاء الله عليكم. صحيح. واضح الابداع، يعني انا حسيت ان التعليم كان شيق وحلو في نفس الوقت، وما في وايد ملاحظات، بالعكس وايد حلو يعني التعليم كان ولا اروع. شكرا جزيلا كابتن. يا اهلا وسهلا. واي حد اكيد حابب انه يتعلم دريفت، كابتن محمد شاب موجود في برو دريفت اكاديمي، تقدروا تيون وتمارسوا هواياتكم سيفلي بطريقه امنه. صحيح بروفيشنال وبطريقه امنه. شكرا جزيلا، استمتعت معك اليوم، وان شاء الله انا مكمل معاكم باذن الله. اكيد اكيد اكيد. يلا شكرا يعطيك العافيه. الله يعافيك مع السلامه.